معنا مشاهدينا الكرام من مدينة مالمو هاتفيا عضو التحالف الوطني المعارض سيد لبيد الصميدعي. مرحبا بك سيد لبيد. إذا كيف ترى مستقبل مجلس النواب بعد اعتراف النائب محمد الخالدي أن البرلمان شريك في ما يحدث من حالات بيع للمناصب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للبرلمان أنا لا أعتقد أن يطرأ عليه أي تغيير، لكن هذه الفضيحة بالحقيقة ستزيد الشارع العراقي والشعب العراقي حنقا على الحكومة، وسيزداد الغضب الجماهيري، لأن البرلمان العراقي كما نعلم هو جزء من العملية السياسية، وهو أحد منتجات الفساد الذي عم العراق كله. الفساد الذي شاع في البرلمان سيقود أيضا إلى إنتاج فساد حكومي كالمعتاد، لأن الوزراء والوزارة كما نعلم الكابينة الوزارية تتم المصادقة عليها بالتفاهم بين الكتل في تحت قبة البرلمان، وبذلك نتوقع أن الوزراء الجدد لن يكونوا أقل فسادا من الوزراء القدامى. نعم. طيب هل ترى أن هذه الحكومة الجديدة التي يتهم أحد وزرائها باختلاس 3 مليارات دينار يمكن أن تلبي مطالب الشعب بمحاربة الفساد؟ بالتأكيد لا، لأن هذه الوزارة بالحقيقة هي على شاكلة الوزارات السابقة، تم إطلاق صفة المستقلين على الوزراء المشاركين في الحقائب الوزارية، لكن حقيقة الأمر أن هؤلاء الوزراء يمثلون كما في السابق يمثلون الكتل التي ينحدرون منها تحت غطاء أنهم مستقلون، لكن باعتراف كل ممثلي أو كل النواب أو معظم المراقبين السياسيين يرون رأي العين بأن كل وزير من هؤلاء الوزراء إنما هو ينتمي إلى كتلة من الكتل الفائزة في الانتخابات. على هذا الأساس هل تتوقع إقالة بعض الوزراء إذا ما شملتهم المساءلة؟ أنا لا أعتقد أن تكون إقالة بهذه الطريقة، لكن كما ذكرنا في مناسبة سابقة بأن عادل عبد المهدي، بما أن عادل عبد المهدي لا ينتمي إلى الكتل القوية الأقوى التي فازت في الانتخابات، فهو عبارة عن بالون اختبار يجري العمل على تسويقه مؤقتا، وبعد حين سيقولون انه فشل في تشكيل الوزاره، لان عبد المهدي هو جاء من اجل التفاهم بين هذه الكتل القويه المتصارعه فيما بينها، وبعد حين سيقولون انه فشل ويجب ان نعود الى مساله تشكيل وزاره بقياده احد المنتمين الى هذه الكتل الفائزه الاقوى. هذه بالحقيقه سيناريو وتمثيليه من صنع إيران، وشارك في طبخها قاسم سليماني، وأنا أعتقد أن مستقبل عبد المهدي كرئيس للوزراء لن يطول. نعم. طيب إذن كيف سيكون وضع هذه الحكومة التي صوت عليها مجلس النواب وهي ناقصة أساسا؟ نعم ناقصة. على عبد المهدي من الآن إلى 6 نوفمبر تشرين الثاني القادم، يعني من الآن خلال 10 أيام يجب أن يستكمل الوزراء الناقصين. أعتقد هناك 8 حقائب وزارية يجب شغلها، وإذا لم يتمكن فربما تسحب الثقة منه أو ربما سيطلب التمديد، لكن حتى لو نجح في استكمال الوزارة والكابينة الوزارية فإنه في النهاية في سير أعمال الحكومة سيتضع الكتل القوية ستضع مختلف العقبات الشائكة أمام طريقه حتى يقولون ويبررون سحب الثقة منه في المستقبل. شكرا جزيلا لك. من مدينة مالمو السويدية عضو التحالف الوطني المعارض سيد لبيد الصميدعي.